يلعب الى علي سعيد. علي سعيد اربع دقائق وقت بدل ضايع، اربع دقائق وقت بدل ضايع، جول دايو التعادل. الله، كره مدوره وما لها امان ابدا، كره مدوره وما لها امان ابدا. النيجيري دايو، شوف 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 شوف، مر لعبه بشماله في زاويه صعبه جدا، على يمين حارس المرمى في زاويه صعبه. التعادلين مباراه، بيحاول يهيئها الى دايو، بحصلها طير رايه، دايو بحصلها خطره هذه، دايو النيجيري كره معاه بالتهيئه، محمد راتب. الله، محمد راتب، شوف الاعاده، شوف دايو على قوس 18 قويه جدا. ستكلف الكثير من خلال البداية التي يبحث عنها الفريقين. ربما نشاهد هدف مبكر في شوط المباراة الأول، وقد تكون إحدى الفرص قادمة في المحاولة القادمة والركنية الأولى في المباراة لريكو. يحول كرة عالية إلى الأمام، خطيرة من دايو، فعلا هو الهدف المبكر، ودايو يضع الحد في المقدمة في بداية الشوط الأول من المباراة. لا محاولات لكسر الكرة، دايو يكمل عليها بشكل رائع، يحاول كرة والآخر يستلم كرته من أمام لاعبين، لاعب مهاري يجيد المراوغة. ثلاث نقاط ستقرب الحد أيضا للمنافسة وتجعل من الرفاع الشرقي متصدرا. المالود في انطلاقة، محاولة خطيرة بذكاء داخل منطقة الجزاء، والثالث حداوي، يكررها دايو مرة أخرى بالتقدم في شوط المباراة الثاني برأسية من دايو، يسكن الكرة في الشباك كهدف ثالث، والإثارة مستمرة فقط هنا في الست دقائق الأولى من زمن شوط المباراة الثاني. دايو يعيد الحداوية. والسيد محمد عدنان بالتوالي عند الدقيقة 15 والدقيقة 25، تمريرة ما فيها راية، كرة هدف ثالث، محاولة مصبح أوروك يحول كرة، محاولة لدايو، الكرة ما فيها راية، وانفراد تام تماما داخل منطقة الجزاء. الثالث، الثالث لدايو، الهدف الثالث للحد عند الدقيقة 82، واجه حارس المرمى، أيضا مر من حارس المرمى، وضع الكرة في الشباك. لاحظ لاحظ، مر من الأول، واجه حارس المرمى، ومر من حارس المرمى، وضع الكرة في الشباك. ثلاثة أهداف للحد الآن في هذه الآونة من زمن شوط المباراة الثاني. بلا شك هو ينتظر أخبار سعيدة تأتي من استاذ البحرين الوطني من الوقت المتبقي من هذه المباراة في زمن شوط.
الدقة الثانية والخمسين. اللقاء أمام فريق الحالم بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. هجمة الآن خطرة هذه ممكن تخلص في الجول. جول جول إذا المالشي المالشي من متابعة جيدة تمركز يشوف مهارة ولياقة بدنية عالية والكرة معاه تتيك ويا سلام خطرة في جول 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 راحت والله راحت راحت فرصة ثمينة على اللاعب دايو النيجيري عامل إزعاج في الجهة اليمنى رغم هذا اللاعب يلعب بالرجل اليسر تمريرة مثالية وما في شيء وقول عمار يا سلام يا عمار لاعب جت يمين الى دايو دايو بيتقدم جت يمين وهجمه لفريق المالشيه كره معاه بيحاول يدخل داخل 18 يارده عمار قويه حلوه 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 دايو قويه جت اليمين شوف الاعاده دايو لما لعبها شوف دايو شوف دايو لعبها قويه وبيصدها حارس المرمى عبد الله سعد الشوط الاول تقدم الملكي عن طريق حسن السعيش من ضربه جزاء وعادل النتيجه خطيره رائعه وخطيره واحد لا شيء فريق الرفاعة استطاع انه يسجل بتعادل في الوقت بدل الضايع الشوط الاول وفي الوقت في الدقيقه الرابعه الشوط الثاني سجل الثاني دايو خطره وجول الله سرخي كره توصل الى دايو مباراه سريعه مباراه سريعه بين الفريقين فريق الرفاعة وفريق المالتيه بيلعبها بينيه واماميه العلاوي خطره هذه خطره هذه كره معاه بهيها لا عيسى لمساته حلوه رضا عيسى على الكره وكره توصل جهه اليمين لعبت الامام خذوا هات دايو بيلعبها جول جول في الدقيقه 41 في الدقيقه 41 هرم ملتاوي شاف المباراه لفريق الملشوف على قوس 18 ده بيبقى على شمال حارس المرمى عبد الرحمن عبد الكريم شوف هذه الاعاده شوف لعبها قوية وأرضية كانت شاهدون التقدم لمسة وتمريرة حسين خلف ياخذ كرته يمررها لعلي السيد عيسى علي السيد عيسى ينتظر يدور على اللاعب المساند هنا محاولة هنا العرضية والكورة جول جول أول جول أول للمالكية وعن طريق اللاعب دايو في الدقيقة 45 هي بدت بشكل صح تهيأت على طول لرضا عيسى لعب عرضية ودايو بلمسة بغمزة وضعها داخل الشباك ودايو اللاعب السابق للرفاعة كان في الجولة الثانية في مسابقة الدوري على حساب الحالة بهدفين لهدف واحد بينما الآن لدينا محاولة لمصلحة الرفاعة الشرقي هي سريعة إلى الأمام خطيرة لي أحمد يحاول كرة عالية إلى الأمام رأسية تلعب بمحاولة خطيرة لمصلحة الرفاعة الشرقي هي في الجانب الأيمن داخل منطقة الجزاء أخيرا يأتي الهدف الآن لمصلحة أوماسيه ينطلق بكرة رائعة في الجانب 20 من زمن شوط المباراة الأول لاحظ 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 الانطلاقة الرائعة من هذا اللاعب مر الكرة وسلم كرة باتجاه المرمى مباشرة الكرة تسكن في الشباك إلى الأمام العرضية داخل منطقة الجزاء البحث عن لمسة هي خطيرة لموسيه الثاني خطيرة ضاعت الفرصة الثمينة للرفاعة الشرقي والإنقاذ من حارس المرمى عبد الرحمن عبد الكريم هي خلصها حارس المرمى عبد الرحمن عبد الكريم خلصها حارس المرمى عبد الرحمن عبد الكريم هي من أوموسيه مرر كرة المشاهد بأن نتيجة الحالة لا زالت متعادلة بهدف فعلا النتيجة هناك لا زالت متعادلة بهدف لهدف محاولة لدايو تدخل ومحاولة خطيرة دايو دايو يعادل النتيجة وينهض والقرار الأخير يأتي لحكم اللقاء لاحظ 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 تدخل ماضي التدخل كان من حارس المرمى والكرة سقطت من يد حارس المرمى أسكن من خلال هدايا الكرة في الشباك مستمرة ما فيها راية عرضية تلعب لدايو مقطوعة من إلياس إلى مايكل مايكل يستلم كورته بشكل رائع انطلاقة خطيرة داخل منطقة الجزاء هدف التعديل هنا وهدف التعديل هناك وهدف التعديل يأتي لفارس الغربي في الدقيقة 85 من زمن هذه الملاحظة لاحظ دايو
يسجل هدف التعديل. لاحظ الكرة اللي جاءت رائعة لجايو يسجل من خلالها الهدف الذي بدأ المالكية يتحرر الآن ويتقدم إلى الأمام، ما عاد يخسر شيء. هو متأخر بهدف وخسارة هدف أو هدف بخطأ الآن سريعة يلعب تلعب إلى جايو. جايو بانطلاقة يمرر سريعة لأحمد يوسف، فعلا هي مقطوعة من أمام أحمد، وصلت لجايو مرة أخرى يبحث عن كورتة، هي المحاولة مستمرة للبري، لمسة أخرى لجايو هي في الجانب الأيمن خطيرة لجايو أبعدت إلى ركلة ركنية. ركلة ركنية لاحظ 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 هذا اللاعب اللي يعول عليه كثيرا الزواوي، لعب له كرة وتخلصت بعد ذلك بشكل رائع من البديل. مرة أخرى لمسة سريعة لجايو. جايو المالكي دائما ما يظهر في الأوقات المناسبة. هات الثاني بعد أن ظهر بمستوى أفضل من شوط المباراة الأول. لاحظ تمريرة عمار العائد إلى منتصف أرضية الملعب. المالكية كان يفتقد لصناعة خبرته. هو يقدم فريق دايو، هو النيجيري محترف أمامي وبداية تجمع عمار حسن نافيجيتور. الخطرة هذه ممكن يخلصها مايكل نيجيري، ممكن يسدد الجول. أوه يا سلام، حلو والله، حلو والله، برافو، حلو حسن. طبعا فريقنا وجماهير المحرق هي طبعا التي تمتلك اكبر قاعده جماهيريه كرويه في مملكه محرمه العمل. عرضيه حاضره، وين خطر في جول 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 جانب الايسر، يحول كره عاليه واصله لعيسى، فيها تقدم الى الامام، مسانده لا تاتي لعيسى، يبحث عن العرضيه داخل منطقه الجزاء، واصله لدايو. دايو يعيد فارس الغربيه، دايو يعيد فارس الغربيه مجددا ويسجل هدف التعديل. هو الهدف الثاني لدايو في شباك الرفاع الشرقي، وهو فريقه الأسبق فعلا يعادل النتيجة. دايو في الدقيقة 63 من زمن شوط المباراة. لاحظ لاحظ العرضية موجودة، خطأ موجود، المساند لاحظ من أمام ثلاثة من المدافعين، من أمام حمد الداود، تصل لجاسم عياش، ياخذ كرته يلعب لدايو، خطره، جول جول جول.